السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج داسته. اليوم وياكم شارع ابو الاسود. هو عالي اليوم، شبعتوا اليوم؟ هلا حبيبي، شلونك؟ الحمد لله عمو زين. شو اخبارك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ انا قيصر. قيصر؟ شغلك بالشاي قيصر؟ اي عمو. تلمس السبيل او فارغ؟ تلمس بي. ها. وين افترت؟ ها بالسوق؟ افتر بالسوق هنا. محلنا بالخضارة. تطلع ويا والدك؟ اي نعم. ليش تساعد والدك؟ اطلع الصبح بالسبعة الصبح. زين. هو يطلع بك ولا يطلع لوحده اختك؟ لا نطلع انا وياه واخوي كبر. اي. تتعب بالشغل؟ طبعا اتعب. مدرستك ولا لا؟ لا والله بطلت. ليش؟ اي والله بطلت بالرابعة. ما ودك ترجع مدرسة؟ راح ارجع تقريبا السنة الجاية. ها. نعم. صديق تبيع بالدين شاب؟ اي نعم. هذا دفتر تجيب؟ هذا الدفتر هنا موجود. دفتر سجل. نعم. موفق حبيبي. الله يودك. قيصر؟ قيصر ضياء. بطل انت قيصر. سلمنا على ابوك هواي. الله يسلمك. حبيبي قيصر هلا بك. شلونكم شباب؟ شو اخبارك؟ والله الحمد لله. شو شغلك بالسوق؟ تك تك. تك تك؟ اي والله. وين جراجكم؟ هاي هنا ورا. ها. شلون شغل التكاتك؟ والله زين. ايه. ياو ياو ياسو اوراق لا؟ اي لا عندي سنوية ورقم. اي بعد ما يتعرضوا لكم؟ لا لا بس الاوراق، ما ابي رقم ياخذوني. شغلتكم صارت رسمية؟ لا رسمية نعمة. بارك الله فيك. موفقين ان شاء الله. الله والدك. انا عندي مناشد للدولة. ايه. بالنسبة للدراجات. عندك دراجتين؟ عندي دراجتين مو دراجة. لزموهن؟ لزموهن اثنينهن. ايه. وصادروا وحدة. وفرغتها ب 75,000، يعني هاي ال 75 ايش تعتبر، رشوه لو مو رشوه؟ اعطوك بيها وصل ولا شنو؟ كل شو ما اعطونا بيها وصل، هي الدراجه. اسمح لي، هي الدراجه اساسا هي الدراجه داخله على الجمرك العراقي. ادوات لا بها رقم ولا شيء. هسه انت من تشتريها من الوكيل تشتري يعطيك بها مكاتبه بس. ما يعطيك منافيس؟ لا ماكو، وين اكو منافيس؟ هي اصلا هي دراجه، يعني شو يعطيك بها؟ ما يعطيك بها رقم شاصي. هسه ست انت من تشتريها يعطيك بها رقم شاصي ويعطيك بها معامله كامله. صحيح. هاي الستوته الوزوازه او الوزوازه او الذبانه او الفراشه يعطيك بها بس مكاتبه فقط، اي رقم ما بيه. وزوازتي. انا عندي كظم من عندي فراشه وكظم من عندي وزوازه. زين انت اذا ممنوعه ليش تدخلها من الجمرك العراقي؟ اذا تهيسها ممنوعه، هسه انا الشيء هذا ممنوع. شلون ادخله على البلاد؟ صحيح. بس ارد افتهم هاي الطرقعه السوداء الكبيره هم كلاوتشي اذا ممنوعه شلون تدخلها على الجمرك مالنا وتاخذ منا فلوس بالجمرك ابو منت ابو قاسم والنوب تاخذها من المواطن هذا الفقير انا بالنسبه لي عندي عائله 15 نفر ويلي. وحق الحسين اسمعني عنده خمس ولد اصغرهم هذا شوفه اصغرهم هذا خلي الكاميرا علي بلا زحمه خلي الكاميرا علي اصغرهم هذا شوف شوف شو اسمه؟ اسمه جاسم. جاسم فايدينك ولا لا؟ اسمح لي منين يفيدوني؟ منين يفيدوني؟ هو الوضع الاقتصادي تعبان. زين. احنا 15 نفر عنده خمسه ولد كسبه الله شاهد لا شرطي ولا اسمع لي ولا فراش ايه؟ ها؟ ولا كناس بالبلديه ايه؟ ولا زبال قدموا على الرعايه واحد كبير صار له ثلاث سنوات من طلع الباحث عليه واسمه ما طالع وهذا صار له سنتين. ومزوجين عنده ثلاثة خمسة عنده قاسم وجاسم وحازم ومحمد وعلاوي الله يحفظهم لك ان شاء الله اسمعني زين هالدولة هاي من السقوط مال صدام لحد هسه صار لهم 22 سنة يا ما طالع عندك اسمه قاسم هذا باحث طلع له باحث صار له سنة وما طالع اسمه وبصرة هذا النفوس ماله شط العرب وبطاقة موحدة عنده من 2013 مأجره والله قطع لي 400,000 شهريا من هالجبنات هذين الايرانيات هم ما يستحون اذا بضاعتنا نستوردها من الدول زين ايش وقت الدولة تنبني وتصير بها مصانع وتشتغل بها الناس الشباب هاي العاطله ظلت تبيع علاليق هنا محل مأجر ايجار هاي الشباب كلها عاطله تبيع علاليق هذا شوفه هذا اسمح لي خلنا نكمل جاسم بس تعال لي تعال اعطيني هذا باع لهم ذولا عرف هاي يبيعون كلينس جاسم هذا عباس ابو الشاي شهادته اعلى من مات المالكي شهادته صديقي شهادته اعلى من مات المالكي ويبيع شاي صديقنا عباس دكتوره يبيع شاي مهندس فيدا يبيع شاي شلون يصير هذا الحكي عمي ما يصير بيقول حكي حكيت الوادم هاي عمي بغداد حكوا يوم بس ما حد اشتراه قاسم 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 حبيبي شوي هدي زين نرجع الموضوع جاسم
مو بس جاسم، جاسم وقاسم وحازم، لا هذولك ما مقدمين على الرعايه. مو حفظ الثمانيه هذول، جاسم مقدم صار له سنتين. ايه؟ اسمعني، ويروحون للرعايه يعطون رشوه من عيد السلفه مهتلفين. ايه؟ يعطون رشوه ويمشونهم، يعطون رشوه ويمشونهم، والفقير اللي ما عنده ويروح يعطي رشوه ضال. هذا الضال صار له سنتين وعده طفل على حليب. اسمك عمي وقاسم عده اثنين اطفال. الوجبه جاي يطلع اسمك بيها وقاسم. وها هسه على احنا الغمه على على هذا هم ابن اخوي، هذا هم بال هم رعايه ولا شيء. الاولاد الاولاد شو شغلهم هسه؟ كل شيء ماكو حق رسول الله. هم ما يشتغلون؟ شو يشتغلون؟ عماله يشتغلون. ليش يشتغل عماله واحنا نصدر 4 ملايين برميل؟ صحيح. يعني دبي ايش قد تصدر الامارات؟ اكتب لي اسمائهم. مليون ونص برميل تصدر، ومواطنها عايش برفاهيه. اكتب لي اسمائهم. والعراق يصدر 4000 برميل يوميه، ها رعايه ما يستلم؟ شلون وضع هذا عمي؟ هاي الشباب تشتغل تك تك بشرفك. هاي بابا هذول لو كنت عين ما يتعينون ظل ما يشتغلون. صحيح. تجيب لي باكستاني وهندي وبنغلاديشي توظفه بالدوله العراقيه وياخذ راتب، والمواطن خليته غريب ببلده. عم شلون هاي يا سوداني؟ اشياء السوداني والله ما اسمك. اسم الام 8 9 10 11. جاسم ابوك دائما عصبي هيك؟ دائما عصبي والله. والله وبالبيت شلون؟ لا زين يعني مو كلش. والله شوي شوي بس متفائل. حظه بخت 100000 ما عمله، وحق هايل بخت الوالد. ايه شملك هي هاي الكرتون حصل لي 15 نفر عندي خمس ولد متزوجين؟ متزوجين ثلاثه، قاسم وجاسم ومحمد. اثنين بعد برقبتي واثنين برقبتي هل ضالين وين اوديهم؟ تعرسهم منين؟ اعرسهم منين؟ من هذا اللي حصل لي في الكرتون عمي. انت صدق تحكي؟ ناس عتها خير من الله، رواتب ما تقدر تتزوج. 20000 المزواج مال النفر يتزوج بالاقساط، يجيب غرفه مال خشب بالاقساط. اسمك واسم قاسم؟ اي اثنين. اي زين بعد ابو قاسم. خلي انا وجاسم. مو بس جاسم، حتى قاسم. هو ثلاثه بس. انا 6 سنوات رعايه مقدم ما يطلع ليش. انا بس ارد افتهم بس هاي المساله. واحد قدم ايشي؟ بشهر التاسع 2022 يستلم، ونقدم 2019 ما يستلم. ليش؟ ليش؟ جاسم دير بالك على ابوك. ان شاء الله. انت شو تشوف هسه احمد ابوك؟ يلا هاي انسان صحفي. هاي؟ ها؟ انسان صحفي شو تشوف بالشارع؟ لا هو انت شنو ابوي مرد مني؟ هاي الاذاعه. انا طبعا اشكرك. لا خادم قاسم. انا يا جماعه والله تعبان. ايش بيك تعبان؟ تعبان حالتي الماليه تعبان. ايه ما عندي، عنده حمال مال ولد عمي بجيب لك العباس 100000 ما اسوي لهم مسواك كل اسبوع. والله؟ هسه انت شوفها بروحك. كلها عليك هذا. وداعت عمري وداعتي وروح اهل البيت وحق الحسين شهيد كربلاء. صالح تسمعني؟ مطلوب بالعشر ملايين. منين مطلوب؟ اسمعني هسه اليوم اشتريت هاي ابن الخير مثل وشك تاجر يقدرني يعطيني مسواق مثل مليون مليون ونص. زين انا منين اصرف؟ اصرف من عندها يصير جزر عندي. تاكل براس المال. اكل براس المال. هو ما عنده راس مال منين لي؟ هي سوق مليون ونص اصرف لنا 200 300 يعني شهر. ايش قد تصرف بشرفك؟ هسه هاي الناس كلها يعني مليون يكفي؟ لا. اكو ناس شرطه تشتري من عنده بالدين. يابا وين راتبك؟ يقول ما يكفي لي استلم مليون مليون وربع. هذا بالرواد وبالراتب بالبصره الشرطه ياخذ مليون و750. ايش قد تعطونه؟ يقول لك وين يكفي لي دكتور وانبيريه ونيت ومريض وخطار وراحه وجاي؟ وين يكفي له المليون و700؟ يقول لك هذا 1000 ل 2000. هذا يربح 1000 ب 18 قطعه حصل ب 1000. هذا حصل ب 1000. هذا يعني شلون 1000؟ الالف وين؟ واللي يستلم مليارات من النفط العراقي اللي يفردون به بالصهاريج ويبيعونه. يلا ابو قاسم هو الحكي صحيح. يلا اهلا وسهلا وعذرونا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يعزك عزيز. عموما ابو روان محمد ابو روان من البصره المعقل. حياك الله. اللهم يحييك. بيتك بالمعقل؟ اي نعم قاعد حواسم واصلي بصره. كما يندعي العيداني اسعد العيداني محافظ البصره والنجار بان اكثر شيء اهل الحواسم هم مو من البصره لفوا. صحيح لو مو صحيح؟ وكلكم سمعتوا بهذا الشيء. بالعكس اهل البصره كلهم هم اللي عزلوا من اهاليهم.
تعرف تضايق والعوائل كثرت فعزلت الوادي، وين تروح؟ هسه انت جاي تفلش، امس هو كظاله 10 بيوت ما ادري 15 بيت يبيعون هالمشروبات هاي الكحوليه، ما تعم على الناس كلها. زين انت جاي شيء للناس، هالناس وين جاي تروح؟ كلها كسبه، انا حاجتك عندي بس راتب رعايه، اذا شيء وين اروح؟ المطاعم نروح ندور بالمطاعم، وانا سابقا اشتغل بالفنادق، انا سياحه وفندقه، هسه قاعد لا شو اسمه مو شهاده طبنا اي اختصاص، طبيت من 2009 لا يزال، وصار لي تقريبا 5 أشهر مبطل. بطل شنو السبب؟ سبب الاجانب جايه تشتغل هنا واحنا قاعدين بطالين. انت بدل ما تشغل اجانب متروسه الرميله ومتروسه مجنون، مو صحيح؟ الاف، ليش ما تطلعهم الشغل العراقيين؟ اذا بيها شنو؟ بيها استفايد، هي شركات بيها استفايد. يعني هو راتبه تقريبا حسب ما يسولف لولد يقول كل واحد بالشهر راتبه بالخمسين ورقه، وانت تشتغل ينطيك 500 ألف، فتروح تشتغل بالمطاعم، المطاعم كلها بنقال وهنود، ما لكم مكان تشتغلون به؟ ما عندنا مكان بالله، ودع جهالي ما عندنا مكان نشتغل به. وانا حاكيك قبل كم يوم اشتغل بمطعم، خلي باب المطعم خذوا الدراجه، وهن منطقه قرار بعد الشهر يلا تنسد. هسه امس رحت يقول اعطيني 500 اعطيك الدراجه. اي والله اي نعم، وهذا نفسه ابو النجده خذها قال لي اعطيني 50 هسه اعطيك اياها، وانا شاري فلوس ما اعطيته. يعني هي عداله بالعكس، هذا هسه رئيس الناس على الرشوه بالضبط، هذا الشمري وزير الداخليه بالعكس شجع هسه المنتسبين. اي والله العظيم شجعهم، ياخذ دراستك يساومك عليها، ياخذ الست وهاي شوف الوادم كلها كسبه، هذه بعبالات، هذا مخضر، هو ايش قد هسه هذا ربحه المخضر؟ زين هو الدراجه هي للفقير. بالله الكريم بطلت من الشغل، بطلت وانا اشتغل بمطعم، قلت لعمي ما عندك وسيله نقل، ما اروح اشتغل بالجزار، اشتريت بايسكل، بالليل سلبت بالله الكريم، بالليل نطيحه مترديه، ترى بالليل نطيحه مترديه، من تجي هاي شوفها ضربتها، هاي شوفها سكارة. اي والله بالشارع ترى، بس التقاطع من تعبر التقاطع بعد غير شكل، صير غابه. خب ما تروح تصارع ويا سعد، هم 4 نفرات، انا بواحد ايش يصير رامبو؟ فطقيت لواحد انضربت فكتنا الوادم. طقيتهم اربعتهم لو سمحت؟ لا اخوي واحد بوكسات، هم بقامات، انا شطق، عندي قامه، عندي بوري، كل شيء ماكو، وانا بايسكل. سلبت على روحك؟ اي والله العظيم، والوادم فكتني وهم مشوا، هم عندهم شو اسمه سيارات. على البايسكل لحقوك؟ انا على البايسكل. زين هاي شنو هاي شلون؟ الله يكرم بعونك ابو نرجس، الله يسلمك. نسال الله التوفيق. ان شاء الله ان شاء الله. يلا اخوي مشكورين. شرفنا بك، حياك الله. شو اخبارك؟ نعمه فضيله. شو الاوضاع؟ السوق شو اخباره؟ السوق جيد جدا. الوضع الاقتصادي؟ جيد جدا. شو اسمك سيد؟ انا سائق كوستر. ما شاء الله. اي والله. شنو خطك؟ خطي 5 ميل. 5 ميل وين؟ عشار. اي. نعم. وهذا الخط قديم هذا؟ طبعا اقدم خط في البصره. على اي منطقه يمر؟ يمر من هنا تبدي من العشار. حكيمية، طويسة، جبيلة، نوبل المعقل، نوبل كندي، نوبل 500. شو الآن قالوا؟ لا بالعكس. والله صاعد نازل صاعد. اي بعد الحياة لازم شوية مر حتى تحس بالحلو. سايق كوستر، ايش قد صار لك بالكوستر؟ والله تقريبا صار لي 30 سنة. لحد على التقاعد. والله. بالكوستر؟ اي نعم. العائلة شافوا مكانك؟ ماكو واحد بعد. ولدك؟ صغار. اي نعم. جد اعماره؟ والله يعني اكبر واحد بالسادس علمي. يخليه يدرس احسن. هو على الدراسه بعد ما يصون للسيارات. اي أيوة. اي والله. تتقاعد تقعد؟ لا ما اتقاعد، هم ظل اقاتل منها لحد ما اموت. ان شاء الله عمرك طويل. الله يحفظك بعد قلبي. انا اليوم في يوم من الايام التقيت بك على الرياضه حسين. اي صحيح، قبل تقريبا على نادي الميناء طبعا. شلون نادي الميناء؟ والله نادي الميناء هو اول نادي بالعرب. أول نادي بالعرب يمتلك ساحة خضراء، أول نادي بالعرب يمتلك إضاءة، أول نادي بالعرب له بطولات ونجوم على مستوى آسيا. أي نعم، فنادي الميناء نادي عريق، بس للأسف الشديد ما حد معتني به. وخاصة وزير النقل ولا له غرض به. شركة عمل الموانئ. شركة عمل الموانئ، الرجال مو بصراوي، جايبينه من بغداد وحاطينه هنا. فإذا يشتغل 30%. اي نعم هاي حقيقه، لا احد يزعل، حقيقه تاريخيه. اي واحنا هاي الكابتنيه اللي عندنا ايش كثر، والناس اللي درست بالبحريه ايش كثر، والمهندسين ايش كثر، يعني لا زغرن بيه هو من بغداد، يعني عفوا البصره جبنا واحد من بغداد. بغداد بيها بحر؟ لا ما بيها بحر، كل شيء ماكو.
بس الزوراء وحديقه تعبانه. تعبانه الزوراء؟ اي طبعا شنو بعد؟ والله شنو كل شيء ما بيه. البصره ايش عندنا؟ البصره احنا ام الدنيا البصره. ام الدنيا عندنا احسن كورنيش بالعالم مو بس بالهذا. عندنا تاريخ، عندنا ادب، عندنا شعراء، عندنا ناس مثلك مثقفين. الله يسلمك. زين لا مو زين، عندنا كثير. هذا السيد شوف الرجال عنده بصيه، هذا خريج كليه علوم. اي نعم، يعني هالبصره مثقفين مو حسب هالحكي. زين وليش السيد ما يقبل يطلع يحكي؟ السيد مو شوي تعبان نفسيا وما له خلق يحكي. خريج كليه علوم؟ نعم علوم. ما تعين السيد مو؟ ليش؟ ليش ما تعينت؟ اي نعم حرامات للاسف والله الشهادات. اي بعد مو الحرامات، حرامات الناس اللي ما تخطط صحيح للمجتمع. أي. نعم اكو تخطيط لازم. ولدي هذا هم عرفه عباس هم خريج. عرفه انا عباس هم خريج وبتشاي. الله كريم سيد حبيبي سيد. انت لنا شرف والله دي عليكم الصحه ونشكر الاعلام لان نص الحقيقه هو الاعلام. الحمد لله شكرا. وانتم انتم جاي تتعبون وجاي تشوفه يعني مو مجامله ولا مدحا، اريد ان المسؤولين ينصفونكم. اول ما ينصفونكم قطع اراضي. يعني اهم شيء هاي لان انتم بالنسبه لكم انتم واجهه البلد. هسه الناس ما تعرف كل اخبار اذا ما انتم موجودين. كتاريخ، كادب، كشعر، كصحه، كعافيه، انتم مستشفيات، انتم الاعلام. فاحنا نوجه هذا سؤالنا للمسؤولين ان يديرون بالهم عليكم انتم بالخصوص للاعلام. شكرك سيد. لا لا مو شكر، لا شكر، ماكو واحد متفضل على واحد، هذا العراق وبالكل. لا انت انصفتنا هسه. لا مو انصفتك هذا، انتم مهضومين ومغدورين انتم. الحمد لله. الحمد لله وشكرا. مو مهمة شيء بس لكن ما منطيكم حقكم. الحمد لله وشكرا. هسه راح ننقل البرنامج ومعاناة الناس ومعاناتنا. لا انتم معاناتكم اكثر. الله يسلمك سيد، شرف لك سيد. تبو الشرف. هلا حجيني. شلون العمد؟ هلا مولاي. هلا حجي. الله يسعدك قواكم الله يسلمك. احنا من ضمن ال 50 بيت ورا شارع النادي. فلشنا العيداني ما طالنا ولا قطعه. وظلينا وهسه ظالين بالاجارات. ليش بلشتوا؟ بلش هاي عليها مشروع صار. اي عوضوكم كل شيء ماكو لا تعويض ولا شيء. ايش عجب؟ ما طالنا. تالي؟ تالي ظلينا بعد. والله. ماكو شيء. كل شيء ماكو. احنا الناشط 51 51 بيت. راجعتوا المحافظة؟ راجعنا المحافظة، هو يكتب لنا يكتب لنا لكم قطع للتنومة، أم التنومة ترفض. تقول انتم شنو تجاوزين تجاوزين ما انطق هو يكتب ويرجع حتى من ضمنها قال لكم على اساس يصير استجابه الموضوع ان شاء الله. الله يوفقكم الله يسر عليكم الله يوفقكم الله يوفقكم تشرف اسعد قواك الله الله يسعدك والله حالتي تعبان معوق وبالضيم عندي راس المراعي ما يوم يطلون يا وينقصوني هسه جاي يبيعني ليش وجايه ماني وليد مساعدتكم يعني محمد الشاعر السوداني بكت يوصل لي صوته شيء اي والله حالتي كلش تعبانه. انت متزوج؟ والله تو متزوج قبل 10 ايام. اي وحالتي تعبانه كلش. وياما قاعد است؟ والله قاعد ويا اهلي. وبيتنا ما يكفينا ضيق وقديم مال طونا مال شهيد مال والدي. قاعدين بيه ما يكفيك راتب الرعاية؟ لا راتب الرعاية لا مكان زين. والدتك عايشة هاي؟ والله الحمد لله عايشة بس هم مريضة والله خطية بيها جلطة وهاي مفاصل اخوان عندي هم كلمة ملتيه بعويلية بس انت ويمك؟ بس انا وامي. بس تبيعك لنس؟ بيعك لنس شو تسوي؟ شكرا. شو تحصل باليوم؟ احصل 4000 هيك شيء ودقاير وهاي 4000 5 شو تجيب له؟ والله شو اسوي بعد هاي والراتب همي شو كيف انا ارجع عليك اقول لك والله كريم الله يسهل ان شاء الله الله كريم الله يحفظك ما اريد توصلون صوتي لمحمد الشاعر اي والله هو بس قرارات هو شو كل شيء ماكو يقول قرارات بس ما ادري متى يتنفذن. بكي من الله بكي من الله بكت الله والله هو خجلتي. يلا احمد الله والديك مشكورين. شنو هاي؟ دخلي بيها دقاير واشيلها هسه بعد. الله يسعدك. السلام عليكم بارك الله فيك. شلون صدق اخوي شلون صدق؟ بارك. اخوي على هالرواتب هاي مالتنا مالت 20 هسه ما اعطونا اياهن الان هسه انا موظف ذات المال مجاري هسه الان ما اعطونا الراتب هسه الان ما هسه الان ما اعطونا الراتب. يا عم انتم
ذات ما عندي مجال 30000 اي 30000 اخوي إيه؟ السيارات يا شباب مال 20 سكتوها عني وابا 350 ما انطونا هالراتب هسه الان ما انطونا الراتب هسه الان ما انطونا هسه ما ادري والله السبب ما ادري من بغداد مال 100 والله ما ادري خذوا معاه مندنا كل شيء ما سوينا شيء والله العظيم عندي اخوان اثنين اخوي ثلاثة مريض هاي عندي واحد ثاني مريض وانا كبير هسه ما مسويتش يا شيخ ما مسويتش؟ اي ما مسويتش هاي حياتي وهاي تعبان وين بيتك انت؟ انا ميت هنا بالصالحين اي والله وليش ما متزوج؟ والله ما عندي فلوس شغلات ما عندك قدره؟ اي والله والله العظيم هاي راتبي هسه طولت بشهر 350 هسه هاي راتبي كل شيء ماكو والله العظيم هاي مال 20 ماكو هسه مال الارزيه ماكو اليوميه كل شيء ماكو والله اكو مظاهرات سمعت عندكم راح يطلعون جماعات اجا اي صار اسبوع الجاي نطلع مظاهرات اطلع مظاهرات عادي ما يعطونا الفلوس يعطونا حالاتنا يا شيء شيء كل شيء ماكو والله اخوي والله العظيم هسه ما من عنده سطلنا فلوس وانا 20 وطلنا ما هذا هسه نداوم هش ببلاش هسه نداوم هش ببلاش هني والله العظيم تعال شوف حالتنا والله العظيم ببلاش نداوم اي والله وطالب من المسؤولين يصير رعايه لهاي الناس يعني ذولا 30000 شو ذنبهم مثلا لو انت مقطوع راتبك انت عضو مجلس النواب انت المحافظ نائب المحافظ مدراء الدوائر لو يقطع راتبك شهر واحد شو يصير بيك بينما ذولا الناس ما عندهم مصدر رزق غير هذا الراتب تقبلوها هيك لا حول الله الله يكون بعونك اخوي الله يساعدك شو يا حبيبي؟ الله يسلمك شو اخبارك؟ الله يخليك الله يعطيك شو شغلك؟ عربان اشتغل ها تبع عربان؟ اي انت وين اهلك؟ بالقرنه بالقرنه تجي؟ اي يم الشي غانم راضي بالنهر ايه؟ اجي اشتغل هنا شي غانم راضي من بيت عيسى نهر العيس؟ اي ابو خيت؟ اي بيت عوفي؟ اي لا احنا بيت غوينم حاطين يمهم ايه اجي هنا اشتغل شلون الشغل هنا؟ والله مو زين ما بيها شغل. ايه. لا عرباني نبات افتر. انت معرس يا لا؟ لا بعدني. ليش؟ ما عندي فلوس. ايه. حالتي تعبانه. واذا صعدك فلوس؟ اعرس. زين انت المصرف تحصلت ودي؟ ها؟ المصرف تحصلت ودي؟ اوديه لاهلي. انت الوحيد تشتغل؟ ها؟ الوحيد تشتغل دهلك؟ اي. عند اخوي اصغر مني. الله يساعدك ان شاء الله الله يعطيك حليل ما عندكم؟ عندنا حليل بس الحلال ما يفيد ايه حالتنا تعبانة الله يساعدك يكون بعونك ان شاء الله الله يعطيك الله يعطيك نعم اعزائي المشاهدين وصلنا وياكم الى ختام هذه الحلقة من برنامج ناسنا على امل اللقاء بكم بحلقات قادمة تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل اشوفكم بألف خير